حقيقة لو كنت لعبت أهلي وزمالك فعلا كانت فرقت معايا كتير جدا، وسعيد جدا باللي أنا عملته مع نادي إنبي، وخاصة إن أنا كنت برضه في وقت من الأوقات من المهاجمين الوحيدين من خارج أهلي وزمالك اللي في المنتخب مصر. لكن بعتقد إن الواحد لو كان لعب أهلي وزمالك برضه كانت فرقت معاه كتير جدا في حاجات يعني على الأقل إعلاميا يعني. اتعرض علي أهلي وزمالك قبل كده، اتعرض علي أهلي وزمالك مرتين يعني، مرة مع مانويل جوزيه أول ما مسك في الولاية الأولى ليه، ومرة في 2005 نادي الزمالك، بس للأسف الاثنين كنت بتعرض لإصابة. كان مجرد ما بيتعرض علي وقعدت، وكان في اتفاقات مع نادي الأهلي وكان في اتفاقات مع نادي الزمالك، وقعدت مع نادي الزمالك في برضو كان في مفاوضات وصلت لمرحلة متطورة جدا مع نادي الأهلي، لكن الاثنين للأسف كان حظي جدا وحش فيهم، كان بيجي له رباط صليبي. المربع الذهبي الموسم الجاي شايف هيبقى اهلي زمالك مقصه مصر الثلاثه اللي تحت يعني، طبعا ما اتمناش ان احنا نكون منهم وما اقدرش اتوقع حد يعني حسابيا. الثلاث فرق اللي صعدوا اقرب ثلاث فرق يكونوا مهددين يعني. والله ما حسبتهاش، لكن انا بتمنى يعني نبقى من الاول العاشر يعني، يعني من العشر فرق الاولين يعني، ما نبعدش عن العاشر يعني ان شاء الله. فكره الضغط على الحكام وفكره تضييع الوقت وان الفرقه اللي تبقى كسبانه تقعد تضيع وقت، بتمنى ان ال 90 دقيقه يبقوا كوره والفرقه الكسبانه تكسب كوره وما يبقاش فيها اي شيء خارج الكوره يعني. اللعيبه كلها تأدي، المدربين يشتغلوا، الناس تتفرج، الناس تتمتع، وده اللي انا بتمناه يعني. حاجه اتمنى تواجدها في الدوري الحقيقه الجمهور. من اكتر الناس اللي انا اشتغلت معاهم واكتر الناس اللي انا اتعلمت منهم كابتن مختار مختار طبعا، من بدايه مشواري معاه كل مدرب انا اشتغلت معاه له تفصيله معايا او له حاجه الواحد اتعلمها منه، لكن طبعا الدور الاكبر للكابتن مختار مختار، اشتغلت معاه 8 سنين، حققنا كاس مصر مع نادي انبي، بعتبره هو الاب الروحي بالنسبه لي في المجال هنا في مصر يعني. عالميا يعني مفيش مدرب معين الواحد مركز معاه او متابعه يعني، لكن بشوف كل المدربين وكل واحد بتعلم منه حاجه يعني. الفلسفه اللي بيشتغل بيها جوارديولا، الفلسفه اللي بيشتغل بيها يورجن كلوب، بيعجبني ماريسيو ساري برضو جدا، في كونتي بيعجبني الطريقه الدفاعيه بتاعته. السؤال ده اتسال لي اكتر من مره، ان انا لو اتعرض عليا عرض وانا دلوقتي شغال في اسوان وان انا ابقى مدرب تاني لاي، مع احترامي الكامل لكل الانديه، انا شايف ان انا اخذت الخطوه دي والحمد لله مقتنع جدا بيها وواثق جدا ان شاء الله ان ربنا هيكرمني فيها. فانت لما بتاخد خطوه لقدام بعتقد ان الرجوع للخلف تاني بتبقى مسألة صعبة جدا. أنا لما خدت خطوة إن أنا أسيب الكابتن مختار وأشتغل لوحدي كان عن اقتناع تام إن أنا مش هرجع للنقطة دي تاني، سواء كان مكتوب لي النجاح أو مكتوب لي عدمه. أنا مصمم إن أنا إن شاء الله أكمل في الكارير ده بالشكل اللي أنا أرتقيه وبالشكل اللي أنا أشوفه كرجل أول يعني. فالموضوع بالنسبة لي يبقى صعب جدا إن أنا أرجع تاني لأي سبب من الأسباب يعني.